اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم الكاتب والسفير. دي اخر حلقه في العام الهجري المنصرم 1441 هجريه، وان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى غدا العام الهجري الجديد لسنه 1442 هجريه. كل سنه وحضراتكم بخير والامه العربيه والاسلاميه بخير. طبعا النهارده احنا عودناكم ان احنا على مدار حلقات هنجيب قصص نجاح ومشوار كفاح عشان الشباب يتعظ وتكون عبره للشباب، عشان خاطر يقدر يكمل مستقبله وتكون مصباح منير له. النهارده معانا ضيف، يعني نقول شخصيه سياسيه واقتصاديه محنكه، شخصيه بدات طريق من الصفر علشان هيحكي لنا مشوار نجاحه وقصه كفاحه. استاذ علاء، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ انور. اهلا بيك. اهلا بيك يا علاء بيه، منور الدنيا، وكل سنه وحضرتك طيب وعشان المشاهدين كلهم طيبين بالنسبه للسنه الهجريه الجديده. انتم طيبين وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله تكون سنه رخاء على مصر. وطبعا انت في عندك قصه كفاح كبيره بداتها وانت شاب، سافرت لفرنسا وعشت وشفت وعرفت يعني كفاح. عايزين حضرتك تحكي لنا وتقول للشباب كلهم ايه اللي انت عانيته، والسفر والغربه عملت ايه فيك، وبعد ما رجعت مصر. احنا هناخد الموضوع باستفاضه وهنبدا واحده واحده. اتفضل يا استاذ. والله موضوع السفر يعني شيء شوية صعب ومؤلم في نفس الوقت، لأن أنا سافرت في السن 19-20 سنة. الكلام ده كان في سنة 84 بعد التخرج من معهد السياحة والفنادق. فطبعا لقيت صعوبات، أولهم طبعا اللغة، هي ما كانش الهدف فرنسا، كان الهدف في الأول لندن إنجلترا، لكن للاسف في الوقت ده ما كانش متاح الفيزا، فاضطريت ان انا يعني سافر. نقدر نقول انت سافرت غير شرعي في الوقت دوت، او ولا سافرت رسمي زي ما الناس بتسافر؟ لا، بالفيزا عادي. بالفيزا، لان في الوقت ده ما كانش في حاجه اسمها غير شرعي. الغير شرعي ده يعني حاجه جديده لسه، مش من الاول، مش من زمان. يعني حضرتك تقصد ان انت كنت مخطط تسافر لندن لكن الفيزا ما جاتش لندن، جت فرنسا؟ جت فرنسا بالظبط كده. فزي ما بنقول كل شيء نصيب، فهي ليا ان انا اعيش في فرنسا وان انا اشتغل في فرنسا، او بالبلدي زي ما بنقول لقمه العيش هي خلاص فرنسا، نصيب جه فرنسا، جت فرنسا. فطبعا وافقت، طبعا لما ما لقيت ما فيش انجلترا طبعا فوافقت. فانجلترا احنا كنا مختارينها، او انا كنت مختارها عامه زي اي مصري، لان عندنا اللغه الانجليزيه شويه سهله شويه اسهل فهم سنه وعمال. فهنعرف ان احنا نتعامل حتى شويه، هنعرف نخلص نفسنا من لو اتحطينا في مواقف. لكن للاسف ما جاتش، فاضطريت ان انا اسافر فرنسا وانا ما كنتش اعرف اي كلمه فرنساوي خالص. فدي كانت اول صعوبه قابلتني. فطبعا نزلت عشان خاطر ابحث عن عمل. و طب الشعب الفرنسي يتعامل مع حضرتك ازاي في ظل ان انت بتتعامل معاهم مفيش لغه، مفيش دوت؟ اتعلمت اللغه ازاي هناك؟ الشعب الفرنسي من أرقى شعوب العالم، دي حقيقة، لأنه هو يعني صرف النظر عن العنصرية اللي موجودة هناك، لكن الشعب الفرنسي الأصيل شعب ممتاز جدا. إزاي؟ أنت لو أنت ما بتتكلمش فرنساوي بيحاول يفهمك، حتى لو بتتكلم كلمة أو بتتكلم مكسر، بتجيب كلمة من هنا كلمة من هنا، هو بيحاول يجمع الجملة ويفهمك ويحاول يفهمك هو عايز يقول لك ايه. دي الحاجه الجميله جدا اللي انا اكتشفتها في الشعب الفرنسي، ان هو شعب عايز ينشر اللغه بتاعته في العالم كله، ولذلك مش متعنت بالنسبه للغه في مكانه، في بلده، في بلده. فبيحب ان الناس كلها تتكلمها، ولذلك بيساعدك عليها. وده اللي خلاك اطمنت بقى وكملت؟ اطمنت وكملت. يعني بعد الشغل واشتغلت عند احد مهندسين الديكور الفرنسيين هناك، فنصحني ان انا لازم التحق بمدرسه لتعليم اللغه لو انا عايز اكمل واعيش في فرنسا واشتغل. فنصحني ان انا لازم التحق بمدرسه لتعليم اللغه، وبالفعل التحقت بمدرسه الاليانس فرانسيز، وقعدت فيها مده سنه ونص. فكنت بتعلم اللغه، ومع الاحتكاك مع الناس نفسها طبعا. هنا نقطة مهمة جدا يا استاذ علاء، ازاي قدرت تجمع ما بين العمل وان انت تتعلم اللغة؟ لان برضه الموضوع ما كانش سهل بالنسبة لحضرتك اكيد. يعني في بادئ الامر جت ازاي؟ في بادئ الامر طبعا انا نزلت كنت بدور على عمل زي اي شاب، فبنتخش المطاعم
وبنحاول نطلب او بنحاول نحفظ الجمله اللي هي يعني كان ليا صديق هناك حفظني جمله كده ان انا اللي اقولها، اللي هي الضيقه دايما اللي انا ببحث عن عمل، فحفظت الجمله فكنت بخش اقولها وبس. وما طب احنا عايزين نقولها عشان الناس تبقى عارفاها برضه، لو واحد فرنسا تقولها يعني كانت ايه الجمله. يعني لما بنخش مثلا المطعم في الاستقبال بقول له بونجور جي شيرش دو ترافاي، يعني انا ببحث عن العمل، صباح الخير انا ببحث عن العمل. فكانت 99% و9 من 10 طبعا بيقول لك مفيش. فكان بيقول نو ميرسي ويتكلم كلام تاني انا ما كنتش فاهمه في الوقت ده طبعا. فكنت بمشي بخش مطعم غيره وهكذا لحد ما لقيت فرصه عمل في مطعم تونسي ده في بادئ الامر، فاشتغلت اشتغلت عنده. كان الشغل، انا عايز اقول للشباب ان الشغل بره مش سهل. يعني اي شاب لو اشتغل في مصر عدد الساعات اللي انت بتشتغلها بره وبنفس الكفاءة، لا انت ممكن تكسب اكتر من بره. هنا ممكن هنا تكسب اكتر من بره، اكتر من بره. ازاي؟ انا كنت بشتغل من 2 الظهر ل2 بالليل، 12 ساعة. مرتبات طبعا عشان خاطر ما كانش عندي اوراق، معكش اوراق، فبيديك نص الفلوس بتاعتك، بيديني نص الفلوس وانت مبسوط ان انت لقيت شغل. عامه دي فرصه كويسه انك تلاقي شغل بسرعه. انا قعدت حوالي شهر من غير شغل وبعد كده لقيت الحمد لله الشغل ده. وفي الشغل ده في المطعم التونسي اتعرفت على مهندس الديكور الفرنسي اللي هو فيما بعد عرض عليا ان انا اشتغل عنده في سوق من اكبر الاسواق في اوروبا. ده سوق مشهور بالانتيكات، بيجي سياح من العالم يشتروا منه انتيكات وحاجات اللي هي تاريخية. فطبعا هو اللي نصحني ان انا لازم اخش المدرسة عشان خاطر اتعلم اللغة واعرف اتعامل مع الناس واعرف اتكمل وتبقى فرصة العمل ليا اسرع واسهل. فهي للأسف طبعا انا عجبتني الفكرة ان انا اتعلم اللغة، لان حصلت لي حاجة في الطيارة وانا مسافر، كنت حاجز على شركة طيران معينة مش هنقول الاسم للإعلانات، فجاني صداع في الطيارة فما كنتش عارف أقول للمضيفة، هي كانت شركة طيران أجنبية مش مصرية، فعشان كده ما كنتش عارف أقول للمضيفة أنا مصدع عايز اسبرين أو عايز حاجة، فبكلمها إنجليزي هي مش فاهمة حاجة. ده كان من الموقف المضحك، ولغاية النهاردة أنا كل ما أفتكر الموقف ده بضحك على نفسي. طبعا فكرة ان انا التحق بمدرسة واتعلم اللغة ده كان شيء كويس جدا. فتركت العمل في المطعم التونسي دوت لان يعني كانت في اسباب كده. فاشتغلت عند المهندس الديكور ده 3 ايام في الاسبوع، والسوق اصلا المارشي ده بيفتح 3 ايام في الاسبوع بس. معروف في حتة اسمها بورت كليانكور. بس لقيت العائد بقى احسن من المطعم طبعا في ال3 ايام وكده؟ لا هي تعتبر اقل. لان طبعا 3 ايام في الاسبوع بتشتغل سبت وحد والاثنين. فانا كانت عندي الفرصة الثلاث والاربع والخميس. انت تبحث عن عمل اخر او وسيلة رزق اخر؟ لا عمل اخر مفيش، مش خاطر مفيش، لانها يعني السوق كان مزدحم، فكان قدامي فرصة ان انا بعت ورد في المترو عشان خاطر بس اقول للشباب ان عملية السفر مش سهلة. وزعت جرانين في اللي هي البواطة لتر اللي هي بنقول عليها اللي هي صندوق البريد. اشتغلت في النقاشة، اشتغلت في النقاشة فترة، يعني اشتغلت في المارشي اللي هو السوق بتاع الخضار والفاكهة فترة طويلة برضو. فالمهم انت بره بتضطر ان انت تشتغل اي حاجة تلاقيها قدامك عشان خاطر تثبت ذاتك. هنا استاذ علاء بتنقلنا لسؤال مهم جدا. ليه المواطن المصري ممكن يسافر بره ويشتغل في مطعم يعني معلش ويغسل صحون في حين انه لو توفرت له فرصة العمل دي هنا ما يعملهاش؟ تفتكر ليه؟ دي راجع للطبيعة التركيبة. هل ان هو مثلا ما بيلاقيش الناس اللي هم شايفينه هنا فبيقول لك اللي هناك ما يعرفونيش مثلا فانا عامل اي حاجة؟ ليه عندنا دايما انت بتقول انت اشتغلت كل حاجه بعت ورد؟ ايوه دي حقيقه. ما بص اقول لحضرتك على حاجه، هناك ظروف المجتمع بتغصبك على كده،
هناك هم عندهم الشغل حاجة مقدسة، ده حاجة. الحاجة التانية، انت لو ما اشتغلتش وما كسبتش مش هتعرف تدفع ثمن الإيجار بتاع الغرفة اللي انت عايش فيها، اللي انت عايش فيها، ففي التالي هتترمي في الشارع. وكانت في ناس كتير للأسف كانوا بيناموا في الجناين، فعلا دي حقيقة، المصريين كانوا بيناموا في الجناين. ليه؟ لأنه مش لاقي شغل ومعهوش تمن الغرفة اللي هو ممكن يعيش فيها. فبالتالي هو بيضطر يقبل أي وظيفة أو أي عمل قدامه، فبيضطر إن هو يوافق بيه لأن ما عندوش بديل. لكن في مصر هنا عنده ماما، عنده بابا، عنده صاحبه، عنده صديقه، فبتبقى العملية يعني سهلة بالنسبة له، إن هو ياخد من حد 100 جنيه ولا 50 جنيه يقضي بيها يوم. لكن بره ما فيش الكلام ده. لما تكون في بلد أجنبية، خصوصا أجنبية، طبعا ما فيش أصدقاء، ما فيش كافيهات، ما فيش الكلام ده كله، فأنت كل واحد في حاله، وبالتالي فبتضطر إن أنت توافق على أي وظيفة. لذلك أنا في أول كلامي بقول للشباب إن هم لو اشتغلوا بصدق هنا في البلد وبجدية هيكسب أكتر من ما يسافر بره ويبهدل نفسه. لما نيجي نحسبها 12 ساعة هنا، ما فيش حد بيشتغل 12 ساعة، مش كتير يعني في مصر، مش كتير، في مهن معينة بس اللي بتشتغل الوقت ده. لكن بره لا، بيشتغل وممكن أكتر من كده. أنا جات عليا ساعات كنت بشتغل 36 ساعة مستمر في الآخر، آخر الطريق بتاعي يعني. فدخلت المدرسة وتعلمت، لأن كان عندي فرصة إن هما الثلاث أيام دول أو أربع أيام في الأسبوع من الثلاث للجمعة، فكنت بحضر أربع ساعات، وكنت دايما بختار الفترة المسائية، وفي فترة ساعتين وفي فترة ساعة. فكنت أنا بحاول إني أجدول معاد المدرسة على حساب شغل اللي لقيته. أنا عندي أوريدي ثلاث أيام في الأسبوع دول تمن الغرفة، وبالمناسبة كنا بنقعد يعني خمس وست أفراد في الغرفة مع إنه ممنوع هناك، بس كنا بنقعد خمس وست أفراد في الغرفة، وذلك لأن لتخفيض التكلفة. يعني التكلفة كانت هتبقى كتيرة لو أنت لوحدك قعدت في غرفة لوحدك، فهي بتمن اليوم اللي أنت بتشتغل فيه. فكنا بنتشارك خمسة ستة وبنعيش فيها في صعوبات كتير بقى، إن أنت إزاي تفضل صاحي ومواصل ما بين الدراسة وما بين العمل، وفي نفس الوقت كمان أنت توفر سكن بتمن قليل. يعني الصعوبات كانت كتيرة طبعا، مفيش حاجة بتيجي بالسهل. طيب مفيش حاجة بتيجي بالسهل. حضرتك جيت من فرنسا وبدأت تعمل أعمال كتير لأهل بلدك وأعمال خيرية كتير. قبل ما نشوف الصور، لأن أنت حضرتك يعني اديتنا يعني سي في من العمل بسم الله ما شاء الله وأعمال كتيرة، كلمنا شوية عن الأعمال وإحنا بنتكلم إن شاء الله هنشوف الصور ونتكلم عنها. بس قبل الأعمال عايزين نقول حاجة، إن هو كان جاي أجازة وكان راجع تاني فرنسا، لقى الوضع كده قاعد عشان يساعد مصر. يعني هو كان جاي اجازه اسبوعين. اذا النهارده انت اعليت مصلحه الوطن فوق مصلحتك الشخصيه، وده اللي احنا محتاجينه في الوقت ده. طبعا ده شيء اكيد. طبعا انا كنت في فرنسا وكنت عامل عمليه جراحيه في شهر 12، ونزلت فرنسا يعني نزلت مصر نقاها، فتره نقاها كده. فكانت بدايه كورونا. بدايه كورونا في الاول في فرنسا هم عندهم علم، او اوروبا عامه كان عندها علم بالموضوع ده من شهر 12، شهر 12 2019. فللاسف ما ادلوش الاهميه الكافيه، او هي كده ما نقدرش نقولها غير كده، ما ادلوش الاهميه الكافيه، بحيث ان هو كان لسه ظاهر ومالوش ضحايا او مالوش وفيات لسه. حد كان عارف حجم خطورته ولا لا؟ ولا لا. اوروبا بصراحه في الوقت ده لا، ما كانتش عارفه حجم خطوره كورونا ايه هي، ما حدش يعرف عنها حاجه غير المعلومات اللي كانت بتيجي من الصين. فحتى كانوا بيقولوا الصين بتجزجاج شويه، يعني بتكبر المسائل، بتبالغ. وكانوا بيدوا مثل صغير قوي كده في الاذاعه، ان هو الانفلونزا الطيور اللي جت قبل كده كانت الضحايا بتاعتها اكتر من كده بكتير، ومع ذلك قدرنا نتعداها، وقدرنا وقدرنا وقدرنا. فكانوا بيعملوا مقارنه
بين الاتنين فأخطأوا فيها. فطبعا أنا نزلت مصر لقيت هنا القيادة السياسية وأجهزة الدولة عكس اللي أنا شفته هناك، واعية وبتخطط وازاي تدير أزمة. لا دي حقيقة، دي حقيقة. وأنا كنت نزلت منشور على صفحتي الشخصية بشكر فيها القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة إن هي خدت الموضوع بجدية من الأول. طب احنا ده هنتكلم عنه في صور يعني بنعرضها هيت لبعض الأعمال. لبعض الأعمال. أيوه. كلمنا بقى عن الأعمال اللي أنت عملتها هنا. يعني مثلا عندك الصورة دي كانوا حد لابس فيها أصفر من الواضح وكنتوا بتيشوا حاجة أو بتعملوا حاجة معينة. دي حق. موقف أبو الغيط. أنا عملت في لما نزلت مصر ولقيت الوضع كده والحاجات اللي عملتها الدولة شجعتني، يعني ما قدرتش إن أنا أقف أتفرج. في وعي سياسي، في وعي من أجهزة الأمن، في وعي من وزارة الصحة، ابتدوا ياخدوا الموضوع بجدية، ابتدى الحظر. فأنا ما أقدرش أقف مكتوف الأيدي زي ما بنقول. عملت يعني مثلا هنا الشكر بيشكروا حضرتك. تفضيل الأستاذ علاء الفايح والصويوي على الأيام اللي بعزبة حلموس. دي عزبة حلموس، دي عزبة في قرية أبو الغيط مركز القناطر الأليوبية. فطبعا عملت جروب وسميته جروب متجمعين على الخير، ونشدت فيه جميع الطبقات اللي هي في القرية بحيث ان هو لو حد عايز يقدم مساعدة او الى اخره. بس للأسف ما حدش تجاوب معايا، فانا اضطريت ان انا اعمل المشروع ده شخصي على نفقتي الخاصة. فابتدينا نعمل توزيعات مواد غذائية وتموينية وخضروات زي البطاطس مثلا، هي البطاطس عامة. وابتدينا نوزع على الأهالي الناس المحتاجة، وخصوصا اللي هم العمالة اليومية اللي اتأثرت بفيروس كورونا. وبعد كده ابتدينا نقوم بعمليات تطهير زي ما احنا شايفين كده. جبت بدل واقية للشباب عندنا، نرجع للصورة التانية، ولبستهم البدل الواقية وجبت زي كده حضرتك طالع بعربيتك. أيوة. موجود. وكنت بلف بالعربية بتاعت الشخصية وفيها الماتيريالز كله. وعلى المكان اللي فيه الحالة بعد. ما كنتش قلقان انك انت ممكن تصاب او حاجة زي كده، ولا هو ربنا بقى بيعين الواحد؟ صدقني انا هقول لك حاجة تضحك، يعني حاجة طريفة شوية. انا الجماعة اللي كانوا معايا كانوا لابسين البدل الوقائية، واخد بالك، وانا كنت واقف بملى لهم الرشاشات من غير اي حماية. انا لاحظت حاجات في الصورة ان انت فعلا واقف من غير حماية. أيوة. في كذا حاجة احنا شفناها طلع بالوضع ده. أيوة. فكنت انا بستغرب في عز اللي كورونا في انتشار. انا زي ما كنت بتقول كده يعني بتعمل عمل رباني، فانت كنت سيبها سيب على ربنا فما كانش فيه خوف. هو ما كانش فيه وقت بيني وبينك ان انا البس حاجه او احط حتى كمامه، مع ان العربيه كان فيها كمامات وجوانتيات وكلام من ده. بس في حاجه قدامي اهم، ان هو لازم يخش يطهر المكان. فكنا بنطهر المكان اللي فيه الحاله والمكان اللي عايشين فيه المخالطين والشارع كله. ده يوميا بقى كنت بتمسك المنطقه دي يوميا؟ اي منطقه فيها حاله كنا بنروح بناخد معانا طبعا الاجهزه بتاعتنا والمواد المطهره، وكنا بنعقم جميع المنطقه اللي هو فيها. مش بس الشقه او البيت بتاعه، لا الشارع كله. في بعض حالات قابلتك ما كانتش عارفه تتواصل ان هي توصل المستشفيات او حاجه زي كده، وقمتوا بالتواصل بالمستشفى ليها وديتوها او كده؟ ده في الاخر. يعني في اخر المشوار كده. في حالات، بعض حالات ما كناش لاقيين ليها اماكن. ولكن الحمد لله اضطرينا ان احنا نتصل بالدكتور اللي هو المسؤول على مركز القناطر، فوضع يعني ساعدنا ان احنا نلاقي مكان لحالات. والحمد لله انتقلت الحاله. احنا سمعنا ان احنا وضع مصر كان مختلف عن اوروبا، ان هي كانت المنظومه الصحيه بتاعتها كانت كويسه وقدرت ان هي تستوعب الحالات دي عن دول اوروبا وعن منظومات الصحه بتاعت اوروبا. هي استوعبته عشان خاطر استوعب بدري. يعني مصر من الدول اللي هي كان عندها حسن اداره ازمه، حسن اداره وعندها معلومات مهمه
لدرجه ان احنا سفرنا وزيره الصحه للصين علشان خاطر تاخد التعاون والمعلومات الكافيه يعني والتفاصيل الكافيه. دي حاجه برضو نشهد بيها لوزيره الصحه. بس اللي احنا نشير للمجهود اللي عمله الدولة ككل، المنظومة ككل، المنظومة ككل، بدأ من القيادة السياسية وصولا للوزيرة وصولا للمواطنين والتعاون. من القيادة من فوق إلى أصغر وزير أو أصغر جهاز في الدولة. وده الحاجة اللي شجعتني وعجبتني جدا وكنت فخور بيها جدا، وأنا أشرت بيها زي ما قلت لحضرتك قبل كده، إن هم اهتموا بالموضوع من الأول، والحمد لله إن هم اهتموا بيه فعلا. كان في بعض تسيب من الناس للأسف، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نحافظ على الميكروب او على الصحة العامة من الميكروب. ما وصلت لنا من الميكروب، لان احنا ما وصلناش للارقام العالمية. دي حاجة احنا ممتازة دلوقتي جدا. على فكرة احنا دلوقتي في مرحلة السيطرة، وعايز اقول للمشاهدين معلومة مهمة، ان دلوقتي بيستقبلوا الحالات الحرجة بس، لان في ناس كتير حالتها مش حرجة، لو راحت وكانت في بدايتها خلاص بيبقى في عزل منزلي، لان بتبقى العمليه في البدايه، انما لو الحاله حرجه فبيتم استقبالها علشان خاطر الحالات وكده. احنا دلوقتي في بعض المناطق كمان وصلنا صفر كورونا، يعني ده تكمله لكلام حضرتك وحسن اداره الازمه يعني. الحمد لله، الحمد لله، نحمد ربنا واحنا شعبنا مؤمن والحمد لله، وبيشكر ربنا دايما، وكانوا كل الناس بتدعي بصراحه ان ربنا يشيل عننا الغمه ويبعد عننا هذا الوباء. اللهم امين، اللهم امين. فدي برضو بعض من دعوات الناس كمان، يعني دعوات الناس ادت عملت حاجات كتير الحمد لله. احنا النهارده عندنا النتيجه لانتخابات مجلس الشيوخ. ايوه طبعا، احنا بنوجه التحيه لكل اللي دخلوا، وبنهنئ كل اللي نجحوا، وكمان بنهنئ الاجهزه والمؤسسات الدوله والشرطه المصريه كعادتها نزلت امنت. خلي بال حضرتك ده في ظروف ايه بقى، في ظل الظروف تحديات الحدود وارهاب الحدود، لكن الشرطه كعادتها ومؤسسات الدوله وامنت الانتخابات، يعني عايز اقول لك مفيش دوله في العالم بتامن حدود وبتحارب ارهاب وبتبني وتعمر وتعمل انتخابات وطرق وكل ده في وقت واحد، ده برضو لحد ذاته انجاز. ايه راي سعادتك يعني؟ او في نقطه بس قبل ما حضرتك بس تتكلم عايزين نقولها، عايزين نقول ان مصر اللي اتعمل فيها في 40 سنه اتعمل في 4 سنين. ايه راي حضرتك؟ دي حقيقه. دي حقيقة فعلا، لأن القيادة السياسية العليا يعني أقدر أقول إنه راجل شجاع، ما بيخافش من حد، ما بيخافش من حاجة، في خطة رسمها بيمشي فيها وما بيبصش وراه. دي الحاجة الأولى. فأهم حاجة القائد الأول، أما يكون عندك قائد هو راسم طريق وبيمشي فيه وما بيهموش اي مصاعب ممكن تقابله، دي حاجه في حد ذاتها ممتازه جدا. السؤال تاني ما خدتش بالي، بس معلش. اتعمل في مصر في ال 40 في ال 4 سنين دولت، ما اتعملش في ال 40 سنه اللي فاتوا. كانوا عايزين 40 سنه عشان يتعمل، اتعمل في 4 سنين. طرق، بنيه تحتيه، مدن جديده، مصانع، يعني التنميه المستدامه، كل الخطوط التي تؤدي للتنميه المستدامه. تنميه سينا. دي حاجة طبعا تحسب للقيادة السياسية زي ما قلت. بالنسبة للمشاريع طبعا مشاريع عملاقة اتعملت على أرض الواقع، الناس مش حاسة بيها حال في الوقت الحالي، لكن أنا بقول لهم اصبروا، لأن فعلا اللي اتعمل في 4 سنين كان ممكن يتعمل في 40 سنة. فهي احنا لازم نصبر شوية ونساعد الدولة ان احنا نتحمل، والدولة ما تقدرش تعمل أكتر من كده وبتعمل أكتر ما في وسعها. نطلع لفاصل. فاصل. أكتر من وسعها. طلعنا ولا إيه؟ لا نكمل، هنكمل. يعني حضرتك أكدت إن القيادة السياسية عملت إنجازات مشروعات غير مسبوقة، كانت ناس كتير بتلوم على موضوع إجراءات الإصلاح الاقتصادي. يعني حضرتك شفته إزاي؟ لا بالعكس، احنا موضوع الاصلاح الاقتصادي دي حاجة ممتازة جدا، وكنا في احتياج ليها، وفي حاجات من بعض الحاجات اللي عجبتني اللي هي منع استيراد بعض المواد او بعض السلع غير ضرورية. غير ضرورية دي انا حاجة مثلا عجبتني جدا، لان لازم نعتمد على الصناعة الداخلية والصناعة المصرية،
السنه دي شفنا فوانيس رمضان بتاعت زمان اللي احنا متعودين عليها. صناعات الحرف اليدويه دي، ما دي والغزل والنسيج، وشفنا الرئيس السيسي لا وفي فوانيس خشبيه كمان، الاركيت الشغل ده رجع تاني، رجع تاني. فدي حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي الواحد لازم، ده تراث لازم نحافظ عليه. مش اللعب اللي كانت بتنزل لنا بتاع رمضان دي، ما اللي هي لا تعمل حاجات اي شيء، لا والاوض النوم حتى بدات ترجع الصناعات الخشبيه تاني لمصر. دمياط، واحنا بنشوف مدينه دمياط للاساس، والرئيس السيسي بيهتم مدينه دمياط للاساس، بيعد صناعه الغزل والنسيج اللي هي الصناعات بالفعل اللي احنا كنا متقدمين فيها. يعني انا كنت في دمياط قريب من سنه تقريبا، وعرفت ان في منطقه دمياط الجديده، مدينه دمياط الجديده للاساس، ومشروع ضخم جدا، ويا ريت نقدر نصدر. هو في البيع بالفعل في تصدير للخارج، يا ريت نقدر نصدر اكتر واكتر، لان احنا عندنا صناع ماهرين بصراحه في الاساس، ودي حاجه تشرف بلدنا وتساعد البلد على رفع الاقتصاد بتاعنا ودخول العمله. طب بالنسبه بقى حضرتك شايف ايه في المرحله الجايه بالنسبه للسياحه في مصر؟ والله بالنسبه للسياحه المصري حاليا السياحه احنا طبعا المرحله اللي احنا كنا فيها دي حصل ان احنا قعدنا حوالي 7 سنين أو 6 سنين ممنوع عننا السياحه، والسياحه قليله جدا، وبدات تنشط تاني في اخر الاونه طبعا في ظل ازمة الكورونا. انت شايف الوضع عامل ازاي؟ اعلان ان مصر امنه من فيروس كورونا، او اقل يعني ضرر، وان في بعض الافواج بدات تتجه ليها. في 100,000 سائح من شهر 7 لحد النهارده، يبقى شرم والغردقه والبحر الاحمر ومطروح، ده لحد ذاته ان انت تستغل فتره التوقف ازاي تعيد مصدر دخل سيادي مهم زي السياحه، ده شيء طبعا يحسب للدوله المصريه. طبعا طبعا، ونتمنى ان هو الافواج تزيد اكتر من كده ويتوافدوا على مصر، لان مصر طبعا بلد جميله وامنه وما فيهاش، وهي عامل اساسي كمان للاقتصاد طبعا. ما تنساش حضرتك ان قبل الثوره، ثوره 25 يناير، كانت مصر دخلها في السياحه حوالي 15 مليار، من 10 ل 15 مليار دولار في السنه. وهنا بقى هشيد بحاجه تانية للقياده السياسيه، مع العجز مع العجز الدخل لمصر من ناحيه السياحه، مع ذلك الاقتصاد المصري ما تاثرتش جامد في ظل الحنكه السياسيه الحاليه طبعا. ومع ان ازمه كورونا العالم كله تاثر بيها، ومن اعظم الدول في العالم اتاثرت بيها، في نقص السلع، في المعاناه، في حاجات كتير. الحمد لله مصر ما تاثرتش فيها. فهو ده اللي انا هقوله، الحمد لله ان مصر ما تاثرتش باي حاجه من الحاجات ديت، وكانت المواد الغذائيه والسلع كلها متوفره وباسعار اللي هي العاديه جدا. يعني من ضمن الدول، انا اولادي عايشين في فرنسا، فكنت بساله مع الكمامات، بيقولوا لي احنا مش لاقيينها. لا عندنا هنا فتحوا مصانع، وسبحان الله الجيش عندنا والدوله فهنا كانت متوفرة جدا. فقلت لهم انا اقدر ابعت لكم، قالوا لي لا ده ممنوع. انا حتى سالت في كذا جهه زي البوسطه وكده، ان انا ابعت حاجات زي كده، قالوا لي لا ده ممنوع ان هي تتبعت. فانا بقول ان احنا الحمد لله في مصر لا ما تاثرناش. في دول كانت بتاخد السفن اللي فيها كمامات وحاجات طبيه تحول عليهم من البحر مباشرة في ظل الأزمة. القراصنة. لا مش ده دول. طيب يكون حد من يعني الحوار اللطيف ده، ونطلع فاصل ونرجع نكمل ماشي. تاني. ماشي. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم مرة تانية عشان نكمل حوارنا الممتع الشيق مع أستاذ علاء. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ علاء مرة أخرى. أهلا بيك، أهلا بيك. إحنا سعداء بيك والله إن إحنا معاك النهاردة، أو أنت اللي معانا. هو أسعد والله. البيت بيتنا والمكان مكاننا. واحنا بنتكلم على قد من ابناء مصر. بنتكلم اتكلمنا عن قصه النجاح الجميله. دلوقتي بقى نخش شويه في السياسه. يعني انت جيت مصر وانضميت لحزب الغد، يا ترى ايه اسباب انضمامك لحزب الغد؟ وهي اهدافك من وراء انضمامك لحزب الغد؟ في الحقيقه طبعا الاعمال اللي انا كنت بعملها دي وقمت بيها، وما زالت الاعمال مستمره، فكان لازم يكون ليها غطاء سياسي. فمن الحاجات اللي انا عرفتها او سمعت عنها ان حزب الغد حزب محترم،
وزعيمه الرئيس موسى مصطفى موسى، طبعا من الشخصيات المحترمة جدا اللي هي كانت نازلة قدام السيد الرئيس في الانتخابات الرئاسية، في الرئاسية، واللي هو يعني أنال الشرف وأخذ من وسيادة الرئيس شكره على هذا الموضوع طبعا. فدي حاجة كانت كويسة تحسب للحزب الغد. والحاجة التانية ان هو شخصية محترمة جدا، وشخصية يعني هنقول غير متكبرة، انسان عادي زيه زي اي حد من عامة الشعب، مش عندوش الاستقراطية اللي هي ما بنشوفش، ما نقدرش نقابله، ما نقدرش نشوفه، لا، راجل مكتبه دايما مفتوح لجميع الاعضاء. فدي حاجه نقول يعني واحد مننا، واحد من الشعب، واحد مننا. انا احس ان احنا قاعدين يعني على طبليه زي ما بنقول، قاعدين مع ابونا واخونا الكبير، ابونا واخونا الكبير. فدي حاجه انا ما لمستهاش في بعض الاحزاب، لاني قمت وزرت كذا حزب مثلا في مصر، مع ان ما فيش كتير احزاب حاليا يعني للاسف. يعني زعيم وطني وشعبي بمعنى الكلمه، دي فعلا حقيقه، دي حقيقه، ونقدر نقول اكتر من كده كمان. فاللي انا بتمنى انه ربنا يوفقه دايما ويوفق الحزب طبعا الى الامام، لما تحب مصر ونساعد مصر. وده انسان طبعا دي حقيقة انه هو بيساعد البلد. هو الحزب الغد عامة كما معروف عنه انه هو حزب معارض، بس معارض في اتجاه التنمية، في اتجاه التنمية، واتجاه عشان خاطر محدش يفهم غلط، احنا ننتقد الحاجات اللي هي مش كويسه، الحاجات اللي هي بتضر ونقدم البدائل، اللي هو الانتقاد وطرح السلبيات مع طرح الايجابيات وطرح الحلول من اجل البناء، من اجل البناء. انتقاد مع وضع الحلول، مش مجرد انتقاد هدمي او انتقاد مقابل الدولار. الانتقاد الهدمي ده مش هيساعد في حد ومش في مصلحه البلد. انتقاد يعني الهدمي ده مش احنا، دي ناس تانية متخصصه، واحنا عارفين هم بيعملوا ايه، وبيحاولوا يخشوا جميع الأجهزة المصرية ويخشوا في جميع الحاجات المصرية عشان خاطر يهدموها للأسف من الداخل ومن الخارج. فالحمد لله احنا عندنا قيادة سياسية حكيمة، وعندنا جيش قوي وشعب واعي. وقت الأزمات بنلاقي فعلا الشعب واقف مع الحكومة يد واحدة، ومع الجيش يد واحدة، والشرطة. احنا لو بصينا النهارده على الخريطه الجغرافيه، احنا عندنا بنحارب ثلاث جبهات. يعني مصر النهارده بتحارب ثلاث جبهات، عندك الجبهه غربية. ليبيا، وعندك سيناء، وعندك اثيوبيا، وتركيا. ما هي ليبيا هي تركيا، ما احنا بنحارب مين؟ احنا بنحارب تركيا. لا، ما هي بتحاول بقى ان هي تتدخل لك في الشأن، والجنوب كمان من ناحيه السودان، يعني بتحاول ان تدخل كل الجبهات. فاحنا محاصرين بمعنى اصح، محاصرين من جميع الجهات، ويحاولوا الدخول الى الداخل. فللاسف هم مش هيقدروا يدخلوا للداخل، لان بحمد ربنا والقياده السياسيه انه هي عندها جيش قوي وعندها اسلحه ردع، وممكن توقف اي قوه عند مكانها. فالاحلام اللي هم بيحلموها ان هم يهدموا مصر ديت هتبقى كوابيس عليهم بصراحه. احنا نحمد ربنا لما تتحول لكوابيس، يعني احنا نحمد ربنا ان رئيس السيسي كان عنده نظره مستقبليه انه ينوع السلاح في الجيش ويطوره. دي حاجه كانت عظيمه جدا طبعا، لانه طبعا طالعين على القنوات المعاديه كلهم بيقعدوا يقولوا اشتري بالفلوس والسلاح والكلام ده، فلوس البلد راحت في السلاح، لكن احنا نوعنا السلاح شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. اللي خلانا دلوقتي رسمنا الحدود، وعرفنا فين بطيوننا، وعرفنا فين السيارات بتاعتنا والغاز، وبقى لنا تواجد فعلا على الخريطه العالميه. ده شيء حقيقي. بالنسبه للسلاح، عمليه السلام لازم لها سلاح يحميها طبعا، ولازم يكون سلاح متطور. احنا عارفين طبعا في العالم مش كل سلاح للحرب، ممكن يكون للردع بس. وفي اسلحه الردع مش احنا ما بنحاربش حد، او السياسه عامه، او وجهه السيد الرئيس ان هو مش معادي لاحد. احنا بنحافظ على الامن المصري، بندعم الحلول السلميه السياسيه. دي ده شيء طبيعي. احنا مصر من زمان الزمن احنا ما بنحاربش، ومش مش من طبعنا، مش معتدين، مش معتدين. لا، احنا بندافع عن حدودنا وعن حقوقنا. فالوضع الحالي النهارده ربنا يكون في عونهم بصراحه، القاده السياسيين فوق ربنا يكون في عونهم في الوضع الحالي. انا ادعو الله ان هو ربنا يوفقهم
واطلب من الشعب حاجه بس بسيطه، ان هم يصبروا شويه. احنا عارفين ان الحياه صعبه والاسعار في بعض اسعار في تزايد، بس ده ما بنقول ده العسل المر، يعني الدواء المر للاسف. الدواء المر هو في عده اسباب برضه احنا عايزين نقولها عشان الناس تاخد بالها منها. ايوه كانت العراق كانت دولة قائمة ما فيهاش مشاكل، كان المصريين بيشتغلوا فيها أعداد كبيرة جدا جدا، 3 مليون جدا بقى لها سنين أكتر من 10 سنين. وليبيا كمان، ليبيا 5 مليون مواطن نزلوا ما فيش شغل ووقفة. أيوه وكانت سوريا نفس الموضوع، وكان في تبادل تجاري في المناطق دي، وفي لبنان كان اللبنانيين شغالين على التجارة جامد جدا. بعدين كمان خلي بالك فأنت في أزمات اقتصادية. في نقطة تانية خلي بالك إن السوريين واللبنانيين ومعظم الناس، مصر هي حاضنة لكل الدول والشعوب العربية، كمان الشعوب العربيه بتيجي هنا تعمل تجارب بتنجح. ف ده الكلام اللي انت قلت حضرتك عليه في البدايه، ده الكلام اللي حضرتك قلت عليه في البدايه، لو انت ركزت هنا في بلدك هتقدر تشتغل وتنجح. وده الدليل اللي انت حضرتك قلته دلوقتي، ان السوري بيجي مصر هنا، وانا شفت سوريين كتير الاخوه العرب يعني السوريين نجحوا في التجاره في مصر. طب ليه انت يا مصري ما تنجحش؟ عشان احنا عندنا جزء معين من الشعب عنده طاقة سلبية، دي نمرة واحد. في جزء من الشعب مبرمج ان هو يحبط، يعمل عملية احباط، وده اللي احنا مش عايزين الشباب تسمعه. يعني انا عايز الشاب النهارده لو خد تجربة وحاول فيها يمشي فيها سنة ويطول واتنين لغاية لما يوصل لهدفه، ما ييأس مع حد، ما يلاقيش حد بيحطمه. هو عامة يعني كما زي ما انا ما درست وعرفت وعن تجارب، اي مشروع تجاري ما نعرفش ان هو فشل او نجح غير بعد 3 سنين. ايوه ما مش من اول 6 اشهر اقول لا ده ما نجحش، لا ده نسيبه. بس اهم حاجه ان احنا نشتغل بضمير، بضمير وبعزيمه. لو اشتغلنا بضمير وبعزيمه المشروع لازم ينجح، لان انت قدامك في نفس البلد وفي نفس المحافظه وفي نفس الحي اللي انت ساكن فيه عندك مثل سوري او لبناني وناجح، ليه انت ما تنجحش؟ ليه دايما بتدور ان انت تسافر بره؟ الحياه بره خارج مصر مش بالسهوله اللي الناس متوقعينها، او بال يعني ما فيش، مش عارف اوصفها ازاي. الفرنساوي ساعات بيغطي عليا على اللغه العربيه، على اللغة العربية. بس دي حقيقه، يعني الحياه بره مش سهله، مش وردي زي ما البعض متوقعين. كل حاجه لها ثمن طبعا. طبعا كفايه ثمن الغربه لوحده، اما انت بعيد البعد عن أهلك. الاهل طبعا، اهلك واصحابك. يمكن النهارده في التواصل الاجتماعي، الميديا والفيسبوك والحاجات دي كلها بنقدر نتواصل مع الاهل، لكن زمان ما كانش فيه، كانش فيه الكلام كنت ده. كنت بتتمنى تغمض عينك تفتح تلاقي نفسك في مصر طبعا تاني. دي حقيقه. كانش فيه غير الجوابات والجوابات والشرايط اللي كنا بنسجلها وتقعد على مثلا شهر على بال ما يجي لك جواب. والبوسطه بقى جاب من البوسطه. حمام زاجل بقى في الوقت ده كده ممكن تشتغل بيه بقى ونوديه. لا الحمام الزاجل ده لا، عصر المماليك ده لا. ده كان كنا تستنى، ممكن تستنى البوسطه بقى حد مسافر، حد راجع، حد جاي. دي كنا بنقعد نستنى، دي حقيقه. الشريط وشريط بقى كاسيت مسجل وكده، ونقعد بقى نسجل الشريط ونستنى نشوف حد اذا كان في حد. بس كانت ايام جميله وكان ليها معنى وطعم. كل حاجه لها مميزاتها وكل حاجه بتضيف للحاجه اللي قبلها. دي حقيقه فعلا. فعايز ارجع تاني واقول للشباب اشتغلوا واصبروا، ومش كل هدفكم يكون الهدف ان انت تسافر بره. الحياه هناك مش احسن من هنا. انا استاذ علي احنا شفنا انت عملت حاجات كتير وتجارب كتير وبتسعى للخير والخدم وان انت تخدم اهلك وناسك. انا ترى هل هتفكر بقى تترشح لانتخابات مجلس الشعب؟ بما ان انت قريب من الناس ولامسهم، قريب منهم ولامسهم وتخدمهم، ولكن انت تقدر تبقى على تواصل معهم دائم. والله ده قرار صعب، صعب في الوقت الحالي. لكن اذا كان الناس في الدايره عندي هيطلبوني بالاسم او هيعرضوا عليا، مع ان اتعرض عليا بس يعني لسه يعني تحت قرار راجع لاهلك. اذا اهلك قالوا لك انزل هتنزل طبعا، لان دي احنا في تكليف شعبي بقى. في الفلاحين شويه بتبقى زي القبائل يعني العيال وكده فلو كلفوني بالمهمه دي طبعا انا اكون سعيد جدا. هيكون شايف لمصر والله لو حضرتك خدت التجربه دي وان شاء الله يعني تنجح فيها، هتبقى حاجه اضافه يعني جميله. يعني كلمه نقدر نقول بقى كلمه اخيره للشعب
وكلمة أخيرة للرئيس وكلمة أخيرة للحكومة. هنبتدي كلمة للرئيس. يا رئيس احنا كلنا معاك وفي ظهرك وبنساندك، والطريق اللي انت رسمته لمصر هو الطريق الصح، فاحنا كلنا معاك وبنساندك، وان شاء الله تخطي بينا من لبر الامان، لان لسه زي ما انا قلت مصر محاصرة من جميع الجهات ومن على الحدود من الشرق للغرب. لكن بنثق في القيادة السياسية والأجهزة الأمنية. طبعا 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 قيادة حكيمة، لو أي زعيم آخر كانت مصر دي ممكن تقع، ومن أيام الثورة كانت مصر دي ممكن تقع ونبقى ماشي. زي العراق وليبيا وسوريا، وكان حصلت مذابح عندنا الحمد لله. كلمة للشعب بحسن القيادة ديت احنا وصلنا للي احنا فيه النهاردة. كلمة للشعب. الشعب أنا عايز أقول له اصبر شوية، اصبر شوية، الدواء زي ما حضرتك قلت كده بالتشبيه دواء مر، ومفيش دواء حلو اصلا، يعني اي انواع الادوية اللي بناخدها مفيش دواء علاج اي حاجة بيبقى علاج اي حاجة بيبقى مر. في النهاية في يعني النهاية ان شاء الله يعني لسه السياحة هترجع تاني ان شاء الله، وفي مشاريع عملاقة بيقوم بيها السيد الرئيس، كل دي هتدي نتائجها فيما بعد، مش عايزين نستعجل بس. حلو قوي رؤية التفاؤل دي، السياحة والمشاريع هتجني ثمارها. وهنا نختم خير وختام. استاذ علاء شرفتنا ونورتنا. شرفتنا يا استاذ علاء. استاذ انور يعني كنت سعيد ان انا معاك النهارده، والساده المشاهدين دي كانت اخر حلقه في 1441 هجريه. ان شاء الله على امل اللقاء في حلقه اخرى. طابت اوقاتكم بكل خير. شكرا.